تعرف على طريقة وكيفية حل المشكلة عدم القدرة على على تسجيل على تطبيقكم سياج نقوم بالضغط على ضبط الإعدادات بعدها سوف نقوم بالضغط على التطبيقات ومن ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل البحث عن سياج خاص بكم نضغط عليه ومن ثم سوف نقوم بالضغط على إيقاف الإجباري وبعدها سوف نضغط على الموافقة ومن ثم سوف نقوم ب ضغط على مكان التخزين، بعدها سوف نضغط على مسح التخزين المؤقت، ومن ثم سوف نقوم بإيقاف عدة تشغيل الواي فاي خاص بكم، وبعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن سياج خاص بكم، سوف يظهر لنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بالضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم سياج، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناه ونراكم في الفيديو القادم ان شاء الله